طبيعتها الصحراوية الطاغية وحرارة صيفها العالية، إلا أن دول الخليج لا تزال تتمتع بمقاومات جذب عند السائح الأجنبي الراغب في اكتشاف مكنونات الرمال الذهبية وأسرار الضيافة العربية. معرض السفر العربي المنعقد في دبي كشف عن تحول منطقة الخليج من بحيرة نفط زاخرة بالثروات إلى واحة سياحية لها مكانة واضحة على خارطة سوق السفر العربي والعالمي، الأمر الذي دفع بحكومات تلك الدول إلى الاستعداد لاستيعاب نمو الطلب على السياحة الخليجية. المنظمة العربية للسياحة تبنت كثير من المشاريع السياحية، منها إنشاء البنك السياحي العربي برأس مال 2 مليار دولار، منها إنشاء الصناديق للتنمية السياحية برأس مال 4 مليار دولار، منها إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل، وقعت عدة اتفاقيات مهمة مع البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق في مجال آلية تمويل المشاريع السياحية. نحن تقريبا عندنا الأيام هذه أكثر من تقريبا 18 ألف غرفة في أبوظبي والعين ويعني الإمارة، وقاسين نطلع على أكثر من 60 ألف، وبنشوف يعني الرقم الكبير من في خلال السنتين هذه بتنضاف تبتدي تدخل الخدمة. وبالتزامن مع المشاريع السياحية التي تعمل الإمارات على سبيل المثال على إنشائها، تجري حاليا أعمال توسعة في مطارات دبي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين القادمين إلى البلاد. المطار الحالي طبعا استقبل 34.4 مليون مسافر العام الماضي، واعتبر من أسرع مطارات نموا على مستوى العالم. ذلك دفع الحكومة طبعا إلى استثمار حوالي 5 مليار دولار أمريكي في مشروع التوسعة لمطار دبي دوي. طبعا هذا راح يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار من حاليا احنا طاقتنا الاستيعابية 25 مليون مسافر إلى 75 مليون مسافر. الاستثمارات السياحية اللي موجودة في منطقة الخليج تمثل 25% من الاستثمارات السياحية في العالم. ويرى القيمون على قطاع السياحة الخليجي أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار ساهم في زيادة الطلب على السياحة الخليجية، وجعل منها فرصة لدى السائح لاكتشاف الصحراء بحلة جديدة. سمح السيد، العربية.